السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤيا من عدو. تبين أن عماد أحمد السعودي يعني رؤيا من عدو، يعني تبين أن أنا عماد أحمد السعودي سينصرني الله على الشيطان. أحباب الله، هذا رجل نزل أشرط علي ضدي، كان عندي أدمن على صفحة الحكمة وضغط فيه، وعلمت التعبير الأحلام وعلمت كثير من الأمور. فنزل شريط اسمه هل تريد أن تكون أول من يعرف من هو الدجال، ومن اختاره إبليس ليكون مهندس الكون الأعظم، يعني بقصدني أنا. بقول السلام عليكم جميعا أحباب الله ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة رؤيات تخص إشارة الساعة، خصوصا أمر الدجال. الرؤية الأولى، وهي رأيت أني في غرفة مظلمة، وفي أسفل الغرفة يوجد رجل يسمى بعماد أحمد السعودي، وهذا الرجل رأيته يربط إبليس بحبل ويسحبه منه، أي أن إبليس مملوك لهذا الرجل. فنظر إلي الرجل ونظرت إليه، فضربت سقف الغرفة بيدي، فدخل النور إلى الغرفة على قدر الضربة، وخرجت إلى النور مسرعا وتركت الغرفة، والله أعلم ما أقول وكيل. هذه الرؤية أحباب الله تفسيره هو اللي فسرها هذا. الرؤية تخبر أن هذا الرجل أخطر على الأمة من إبليس نفسه، يعني شوف أنا صرت عنده بنظره اللي الله سبحانه وتعالى ذكر إبليس أنه عدو للبشرية كلها، أنا أعدى من إبليس بنظره. ودليل قولي قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أي أن إبليس عبدا مملوكا عند هذا الشخص. شوف دخل الآيتين في التفسير، مش مشكلة. عبد المملوك عند هذا الشخص المذكور مسمى بعماد أحمد السعودي. أما على الغرفة المظلمة فهي صفحة الحكمة لتفسير الأحلام التي يمتلكها، وكنت أنا أدمن فيها لأكثر من سنتين. أما عن ضربة لسقف الغرفة فهو منشور وضعته هناك بعد منتصف رمضان الماضي، خرج بعده أكثر من 1000 عضو من الصفحة، وهذا قول كاذب، ولا خرج أحد إلا مثل أشكاله. الصفحة أحباب الله والله دائما بزيادة، والصفعة تصدق القول أنه الدجال الأكبر، يعني أنا المسيح الدجال الأكبر الذي حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله على ما أقول وكيل. فالحذر الحذر من هذا الرجل. أحباب الله، أنا ما بدي كلام، ما بيهمني، أنا اللي بيهمني الرؤية، وهذا عدو لي. شاف الرؤية أنه إيش، كنا في غرفة مظلمة. الغرفة المظلمة هي الدنيا، من كثر ما فيها الظلم وظلمات من الكفر والابتعاد عن الدين. وقول أخي إيش، رأيت أني في غرفة مظلمة، وفي أسفل الغرفة، يعني شو الغرفة، السراح يكون فوق والغرفة يعني بناحية آخر الغرفة، كان هذا الرجل اللي هو عماد أحمد السعودي رأيته يربط إبليس بحبل ويسحبه منه، أي أن إبليس مملوك لهذا الرجل. هالسعبيج إحنا على إيش، شو معنى إنسان، مش شرط أنا أي إنسان، يربط إبليس بحبل وجر. نجي أحباب الله على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال ألا رأيتموني وإبليس، فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين، الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به الصبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه والقبلة أحد فليفعل. هذا حديث في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كان يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك، قال أن عدو الله إبليس جاء بشهاب النار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ودان أهل المدينة. يعني من الحديثين هاي أحباب الله، شو الدل؟ أنه اللي بيقدر يربط إبليس هو من الصالحين، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قادر على ربطه، ولولا دعوة سيدنا إبراهيم سيدنا سليمان
كان ضبطه وخلى الاولاد يلعبوا فيه. فانا الله سبحانه وتعالى قدرني على ابليس الرؤيا، يعني هاي الرؤيا بتدل انه انا راح اتصل على ابليس واربطه واجره زي الكلب. هذا نعمل الواحد، انه اي واحد بيشوف حاله قدر على ابليس وانتصر عليه وربطه، معناته هذا الانسان باذن الله يكون صالح. اي واحد سنتين بقول لك ايش وجره ويسحبه، اي انا ابليس مملوك لهذا الرجل. تصور احباب بالله، واحد سيطر على ابليس، شو معناته؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، انما سلطان على مين اللي بتولوه والغاوين. فهذه الرؤيا بتبشر انه انا يعني والله مبسوط، هو عدو لي بس انا مبسوط على هالرؤيا. بقول لك ايش، فنظر الي رجل نظرت اليه. النظر تعرف الانسان في المنام انه هاي كان افتراق بين بعض، انا بعرف هو بيعرفني، فافترق هو ضرب سقف الغرفة في يده فخرج النور، يعني بينت النور. هذا بدلك على انه جاهز لسبيل الله، وهو خارج عامل حاله ايش انه بالنور وهو بالظلمات، لانه المسيطر على ابليس هو اللي بيكون اصلا في النور وعارف النور. وهذا تعبير احباب الله، كما اسألوا اي معبر معتبر معروف بين الناس عن هاي الرؤية راح يقول لك اللي بكتبه اياه باذن الله. الله نصرني، وكما تعلم نزلت شريط اني انا بكتب على اسم ابليس تحت حذائي، بكتب اسم ابليس دائما وادوس عليه، لانه انا اخذت ابليس عدو الي فحاربه في وين؟ في كل مكان في كل زمان، انا مستعد اواجهه في اي لحظه. لانه ايش؟ ان عباد الله المخلصين بقول لك ايش؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من تبعك من الغاوي. وهذا الانسان والعياذ بالله حول الرؤيا من خير الي بده يحول الى شر. بس ايش؟ لله شر الحسد ما عزله بدا بصاحبه فقتله. اللهم اجعلنا يستمعوا القول فيتبعون، والله اعلى واعلم هذا تفسيري. اللهم اجعلنا يستمعوا القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.